أخبار اليوم. الامتحان اخباره ايه؟ جميل والله. بنت حضرتك؟ ان شاء الله. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله كويس. كويس؟ الناس اشتكت من الامتحان كان طويل. الوقت ما يكفيش 3 ساعات صراحه. طب ولقيت وقت للمراجعه؟ لا انا بالنسبه لي انا ما لقيتش وقت، بس في ناس ثانيه ممكن لقيت وقت عشان تكتب بسرعه. قالوا ان انتوا تاخرتوا في دخول اللجنه شويه او تاخرتوا؟ لا دخلنا على طول.